מה כאן, סבתא כאן התלבשה, היו דתיים בג'פאיר, לדיאנה כאן דתיה. מה כאן, אני דיג'ית להנה, וראיתם כאן כמי ופשבת. قلت له واحد ما هادو ماشي يهود قالوا لي لا ما يهود أفضل ما ديك ما يفش أنا عم مريت بس كخاديك حلل الشباب إحنا كانت البلد ديالنا تردد داتية داتية كل ما ردت ما كانت شي دي هنا أنا بجف لطف ما دا يعرف الشبت العيد إحنا كان العيد العيد الشبت الشبت والمسلمين كان يعملوا لنا الكافوت كان يجيجوا محدنا ما يجيجوا بالقارو ما يجيجوا كان يعرفوا باش احنا خافضين الدين بس عشان بغينا نزور البقدين ما هم يلبسين كنا نلبسوا هكذا أفال السفتة ديالي كانت تلبس الصايع حتى لنا وعليها جاكيت حلتة وحجموا هكذا ورأسهم كان يعملوا عليها كمو القضيب ويعملوا عليه شدة باش ما يبان السعر ديالهم كذا كلهم والصابة كان يلبس الفارزية والجلابية والبلغاد في حال المسلمين هادو كما كان يلبسوا في الدار في كل شيء الشيب الجلال البيضين والباش مسلماني احنا كبار كان مودرني ايا بالبيت سفير سكويلا دلاليانس اينو متلبشين توف طابلية اكل فحا راجل كان عندنا كل شيء افال السفتة بخاد ما بسابتم السفتة بخاد الشباك لوشيم اوتو دوتا انجم الحوايج جداد دشابت ود العيد ود الحل كل حاجة كيف كان يلبسها أيوة أفل... صبعين أخرين؟ أه؟ أيوة صبعين أخرين؟ المراوات كان أفر وازل جلابية ومن وراء أولا المودرني كان يلبسوا السراول والجاكت أفر في الأول هذا كشي كان يلبسوا